السلام عليكم، تحية لمشاهدينا الكرام. المملكة العربية السعودية، نستعرض لكم الحالة الجوية التي بدأت تؤثر على أجزاء مختلفة من المملكة العربية السعودية. نبدأ معكم بصور الأقمار الاصطناعية. هناك جبهة هوائية باردة تظهر بوضوح في الأقمار الاصطناعية الخاصة بالكتل الهوائية وهي باللون الأحمر. هذه الجبهة الهوائية تعمل على تساقط الأمطار المتفرق على القصيم والرياض وشرق المملكة العربية السعودية. يتوقع أن تستمر هذه الأمطار إن شاء الله بشدة متفاوتة وخاصة المتوسطة أو خفيفة في بعض الفترات خلال ساعات ليلة يوم الخميس على الجمعة. لكن الأمطار الرعدية أشد غزارة على المناطق الجنوبية الغربية من البلاد واليمن، عملت على تشكل السيول، كذلك حصول العواصف الرعدية الشديدة وتساقط الغزير للأمطار. يتوقع أيضا إن شاء الله في أن تشتد الحالة الجوية قليلا على منطقة مكة المكرمة خلال ساعات الليلة، لكن الاشتداد الحقيقي هو غدا يوم الجمعة كما نلاحظ في هذه الخريطة التي تتحدث عن الهطول المطري. هناك ألوان حمراء، ألوان حمراء تعني هناك أمطار قوية في المناطق الجنوبية الغربية ومنطقة مكة المكرمة. الأمطار تكون شديدة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح القوية، كذلك تشكل السيول في مناطق واسعة من تلك الأجزاء. أيضا هناك أمطار متوقع في جنوب منطقة الرياض والأفلاج ووادي الدواسر والسليل، وذلك ناتج من هذه الحالة القوية مع المسقار الجوي. نلاحظ أيضا بهذه الخارطة أن هناك مرتفع جوي تشكل نتيجة اندفاع الكتلة الهوائية الباردة إلى المناطق الداخلية من المملكة العربية السعودية تزامنا مع استمرار الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية في البحر الأحمر، وهو المنخفض الجوي هنا يعمل ذلك على حصول اضطراب جوي شديد في هذا الجزء الواقع في غرب البلاد وجنوب غرب السعودية ومنطقة مكة المكرمة وتساقط الغزير للأمطار الرعدية. يوم السبت تبدأ الحالة الجوية بالتراجع قليلا إلى ناحية جنوب غرب المملكة العربية السعودية، المنخفض ينحسر قليلا نحو الجنوب، لكن تبقى فرص الأمطار متواجدة في مكة المكرمة والطائف، كذلك مرتفعات جنوب الغرب السعودي تبقى قوية وخاصة على الباحة وأيضا سواحل البحر الأحمر والليث. بالنسبة لمدينة جدة ستبقى الفرصة مهيئة عليها لتساقط الأمطار متفاوتة الشدة والرياح القوية المثيرة للأتربة والغبار واضطراب أمواج البحر. أيضا الحالة الجوية تشمل أجزاء من جنوب منطقة الرياض لكن على شكل متوسط الشدة ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار. أيضا يوم الأحد، يومي الأحد والاثنين، تعود الحالة الجوية لتشتد من جديد. هناك كتلة هوائية رطبة أخرى سوف تندفع من جديد نحو المناطق الوسط القطاع الغربي ومكة المكرمة، كذلك مرتفعات جنوب غرب السعودية. الحالة الجوية سوف تشتد من جديد وخاصة يوم الاثنين، هناك أمطار رعدية غزيرة مجددا على منطقة مكة المكرمة، الطائف، الباحة، جازان. أيضا هذه الأمطار سوف تمتد لاحقا من يوم الاثنين إلى المدينة المنورة، كذلك جنوب غرب منطقة الرياض وأجزاء واسعة من صحراء الربع الخالي، مصحوبة أيضا بالرياح القوية وانخفاض في مدى الرؤية الأفقية والسيول والتي قد تكون جارفة في أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية. لذلك يرجى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من هذه الحالات الجوية القوية لأنها هناك شدة هطول عالية في بعض الفترات. وأيضا ننتقل إلى مستوى أو احتمالية السيول في المناطق مختلفة المملكة العربية السعودية. احتمالية السيول في كافة مناطق المملكة العربية السعودية هي منعدمة، لا يوجد احتمالية سيول، لكن السيول المتوقعة في المناطق الجنوبية الغربية من البلاد وأجزاء واسعة من اليمن ومكة المكرمة والباحة والطائف وأيضا سواحل البحر الأحمر خاصة الجنوبية مثل القنفذة كذلك الليث. هناك أيضا احتمالية متوسطة وضعيفة في مدينة جدة لحصول بعض السيول المنقولة أو تجمعات المياه القليلة، ولذلك قمنا بإصدار أعلى مستوى تحذير هو التحذير المرتفع من الحالة الجوية وخاصة على منطقة مكة المكرمة والطائف والباحة وجازان، وتبدأ من يوم الجمعة وتنتهي يوم الاثنين أو على الأقل تستمر يوم الاثنين. هناك أمطار غزيرة وسيول قد تكون جارفة على المناطق الجنوبية الغربية، هناك عواصف رملية ورياح قوية وبالأخص في سواحل البحر الأحمر، هناك اضطرابات عالية في أمواج البحر الأحمر خاصة أثناء تأثير العواصف الرعدية أو اقتراب العواصف الرعدية من سواحل البحر الأحمر، ربما ترتفع الأمواج إلى أكثر من 3 أمتار مصحوبة برياح قوية أحيانا. بالنسبة لمدينة جدة أو من يسأل عن مدينة جدة، فمدينة جدة تأثيرها بالحالة الجوية بشكل متوسط ومتفاوت مع رياح قوية، لكن سواحل جنوب البحر الأحمر تكون بشكل أقوى إن شاء الله. بالنهاية تابع موقع طقس العرب للحصول على المزيد من التفاصيل حول هذه الحالة الجوية القوية، وكذلك لا تنسوا تحميل تطبيق طقس العرب للحصول على التنبيهات بشكل مباشر. كان معكم المتنبئ الجوي حسن عبد الله، نتمنى لكم السلامة وفي أمان الله.